Bonjour, ديفيد. ديفيد، بابا حكى لي امبارح كل حاجة. أنا ما نمتش طول الليل يا ماجي. ما هو باين. ماجي، أنا مستحقش كل ده. وأنا بحبك. إزاي بس يا ماجي وإحنا إخوات؟ برضو بحبك. هي الساعة كام دلوقتي؟ وعايز تعرف الساعة ليه؟ لأن عايز أنزل مصر دلوقتي. مصر؟ إذا كنت هسافر إسرائيل يبقى لازم أنزل أصف شوية حاجات صغيرة كده قبل ما أمشي. وهتخلي بالك. ما تخافش عليا. مش لازم حد يعرف أي حاجة من اللي اتفقنا عليه. أوكي. حتى من اليهود يا ديفيد، خصوصا اليهود. مش لازم يعرفوا دلوقتي الحكاية دي. على العموم أنا مش هغيب في مصر أكتر من أسبوع. هترجع تلاقي الباسبور جاهز. معقولة؟ معاك صور؟ كتير. أنا أصلي كل ما كنت أقدم على طلب هجرة كانوا يطلبوا مني 4 صور. طيب اديني الصور. أهو. بس يا ريت بقى حظ الصور دي يبقى أحسن من اللي قبلها. لا طمن تمام ديفيد. إيه؟ مالك؟ أنت مش شايف إن ده كتير؟ إحنا مش اتفقنا؟ أنا أفضل إنك تنسى أي اسم تاني من دلوقتي عشان يفضل اسمك على طول ديفيد شارل سامحون. ثق تماما إن أنا مش هنسى اللي أنت عملته معايا ده أبدا. وأنا مش عايز منك أكتر من كده. إنك ما تنساش. معنى كده إنه قرر يديلك اسمه. هو ده اللي حصل يا محسن بيه. تعرف ده معناه إيه؟ معناه طبعا إني لازم أسافر إسرائيل بعد ما أرجع إسكندرية. معناه إنك نجحت نجاح باهر. مش مهم النجاح هنا يا محسن بيه. المهم النجاح هناك. مش عايز تشوف شريفة؟ تو ما افتكرت سعادتك. احنا اتفقنا من الأول إنك تروح لها وأنت ملوي هدومك. أنت بصيت في المراية النهاردة الصبح؟ هاي يا محسن بيه بصيت. ها؟ ولقيت إيه؟ مش عارف. أنا خايف قوي من المقابلة دي يا محسن بيه. أنت مش ممكن تسافر من غير ما تشوف أختك؟ عارف عارف. بس ايه؟ مش عارف. مش عارف هقول لها ايه؟ قول لها انك لقيت شغل في بلد عربي. مش هتصدق. ليه؟ الا ليه؟ لان ما حدش بيروح البلاد العربيه غير المدرسين، وانا ما ينفعش ابقى مدرس. مين اللي قال؟ كل الدنيا عارفه كده. البلاد العربيه دلوقتي فيها بترول، وانت ليه خبره سابقه مع شركات البترول. ممكن يكون خبير انجليزي او امريكاني خدك معاه. ايوه بس الكلام ده ما يخلش على شريف. الله، انت هيظهر ما بتتابعش اخبار البلاد العربيه كويس. ازاي بقى؟ البلاد العربيه البترول مكتشف فيها من قبل الحرب العالميه الثانيه. في بلاد كتير قوي عايمه على بحور بترول. وده كان فين ده؟ الشركات كانت مستنيه الحرب تخلص عشان يتوسعوا في الانتاج ويتوسعوا في توظيف الناس. طب واذا سالتني عن عنواني؟ قول لها ان مالكش عنوان ثابت دلوقتي، وانك بتشتغل مع بعثات الاستكشاف. بكده الامر يبقى منطقي. طب واذا سالت رفيق؟ خلي بالك يا محسن بيه، احسن جوزها ده سوسه. لا ما تخافش، اذا صغر رفيق سال هيلاقي كل حاجه تمام. امسك. ايه ده؟ ايه الحكايه دي يا محسن بيه؟ دول علشان تشتري هدايا للشريفه وطارق. ايوه بس دول كتير قوي يا محسن بيه. وانا بدفع حاجه من جيبي؟ ها؟ مصر هي اللي بتدفع يا رأفت، مش حد تاني.